قاهرة جوهر الصقلي تكون العاصمة المصرية اللي ليها الاستمرارية، وما يكونش مصيرها زي مصير تقريبا 18 عاصمة سبقتها. هل بناها الصقلي بحب مثلا، ولا المعز لدين الله الفاطمي سماها بحكمة فكانت عاصمة لها هيبة ومكانة؟ مهما تغير الحاكم أو نظام الحكم أو مكان الحكم، محدش يقدر يجاوب على السؤال ده. لكن المؤكد أنه على روزنامة التاريخ يوم 6 يوليو سنة 969 ميلادية اتحط حجر الأساس لمدينة المنصورية في شمال شرق مدينة القطائع، وكان معاها تأسيس قصر للحاكم الفاطمي وكمان تأسيس الجامع الأزهر، واتبنت المدينة على مساحة 340 فدان، واتبنى حواليها سور كبير جدا مربع وله أبواب أشهرهم باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة وباب العزب. الحقيقة وفي يوم 11 يونيو سنة 972 ميلادية اتنقل ليها الحكم الفاطمي والحاكم الفاطمي المعز لدين الله، لكنه سماها القاهرة. قالوا نسبة لكوكب القاهر اللي ظهر في سماء مصر يومها، وقالوا لا ده علشان هو كان حابب تبقى رمز لقهر أعداء الدولة الفاطمية. وسكن المعز في القصر الشرقي الكبير، لكن لما جه الخليفة العزيز بالله الفاطمي سكن في قصر غربي أصغر، والمسافة ما بين القصرين اتسمت لحد النهاردة في هذه المنطقة بين القصرين. الحقيقة أستاذ نجيب محفوظ عمل عنها رواية ضمن الثلاثية الشهيرة. أما المصريين ففضلوا خارج أسوار القاهرة في الفسطاط. بعد 200 سنة من وضع حجر أساس القاهرة تولى حكم مصر صلاح ابن يوسف ابن أيوب الشهير بصلاح الدين الأيوبي، اللي حكم مصر في 29 مارس سنة 1169 ميلادية، وقرر ينهي حكم الفاطميين ومذهب الفاطميين الشيعي من غير أي عنف ومن غير أي دم وبسلاسة. وما بناش الحقيقة رغم ده إلا إنه ما فكرش ينقل مقر الحكم، لكن وسع مكان العاصمة. ما بناش عاصمة جديدة وضم كل أماكن العواصم الأربعة ليها، ووسع القاهرة لحد جبل المقطم اللي بنى عليها قلعة، هي قلعة الجبل اللي اتسمت فيما بعد باسمه قلعة صلاح الدين الأيوبي. وحط حجر أساس القلعة سنة 1171 ميلادية، وانتهى بناها سنة 1184 ميلادية. وفضلت القلعة مقر الحكم في مصر لحد عهد الخديوي إسماعيل، اللي قرر نقل مقر الحكم في مصر من القلعة لقصر عابدين سنة 1863 ميلادية. الحقيقة العصر المملوكي للقاهرة هو العصر الذهبي معماريا للعاصمة القاهرة، بمعنى الكلمة في قلب التاريخ، لأن المماليك حبوا يسيبوا في مصر بصمة تخلد أساميهم، لأنهم كانوا مجاهيل الهوية أو مسروقين من بلدان تانية. مش بس كده، لكن المماليك كمان كانوا بيحبوا يبنوا جوامع وأسبلة ومدارس ومستشفيات يلجأ ليها الناس ويتعلموا ويأكلوا ويصلوا فيها وتدي لحكمهم شرعية. يعني في عهد المماليك الحقيقة لازم تقف عند الظاهر بيبرس اللي توسعت القاهرة في عهده لحد ما وصلت لحي الحسينية، وبنى فيها جامع الظاهر أو الظاهر اللي في السكاكيني في حي الظاهر لحد النهاردة، هو من أكبر مساجد المماليك في القاهرة. ده غير الأسواق والقناطر والكباري والحمامات الشعبية اللي عملها في قلب العاصمة. في عهد السلطان الناصر قلاوون اتوسعت القاهرة واتبنى مسجد الناصر قلاوون، ده غير المدارس والأسواق. وفي عهد السلطان حسن ابن قلاوون كانت درة العمارة الإسلامية اللي بيسموه الهرم الرابع في مصر مسجد ومدرسة السلطان حسن، اللي بدأ بناه سنة 1356 ميلادية واستمر لسنة 1363. ده غير مئات الأثار المهمة زي مسجد الملك الظاهر برقوق، ومسجد الملك المؤيد شيخ جنب باب زويلة، ومسجد السلطان الأشرف برسباي، ومسجد السلطان الأشرف قايتباي، ومسجد السلطان قنصوة الغوري. ودول الحقيقة يعني كلهم بيجري تجديدهم وإعمارهم مرة أخرى هذه الأيام. الحقيقة رغم انتهاء حكم المماليك رسميا يوم 26 يناير سنة 1517 مع الاحتلال العثماني لمصر بقيادة سليم الأول، إلا أن بقايا المماليك فضلوا يحكموا مصر بعد ما قسم العثمانيين السلطة ما بين مماليك ووالي عثماني معين من الأستانة وأفراد الأمن.
علشان يضمنوا ان ما حدش يطمع في مصر ويستقل بيها. ومن هنا استمر التشييد المعماري للمماليك في القاهرة رغم نزاعهم على السلطة او الاموال او النفوذ، زي مثلا اثار عبد الرحمن كتخدم اللي موجودة في أكتر من مكان، ومن أشهرها سبيل ومدرسة كتخدة في شارع المعز. وبرضو كان التوسع في العاصمة القاهرة علشان يواكب التزايد السكاني. فعهد محمد علي اللي بدأ يوم 9 يوليو 1805 كان الاهتمام بتنظيم وتوسيع وتنظيف وإنارة شوارع القاهرة. لحد العصر ده كانت القاهرة محصورة ما بين باب الفتوح والنصر في الشمال لحد الفسطاط في الجنوب، أما حدودها الغربية فكانت ما بين السيدة زينب وقلعة الكبش ومسجد ابن طولون لحد القلعة وجبل المقطم وقرفة المماليك، بكل ما فيها بقى من قصور زي قصر بشتك، زينب خاتون، وكالات زي وكالة الغوري وخان الخليلي، أو مساجد زي السلطان حسن. لكن قرر محمد علي تجميل القاهرة وتوسعها وتنظيفها من المستنقعات والبرك. وكانت منطقة شبرا من أولى المناطق اللي بدأ بيها وبنى فيها قصره اللي شايل اسمه لحد النهارده، وطورته الدولة وافتتحته سنة 2022. عندك كمان منطقة بولاق أبو العيلة، الحقيقة كان سكانه كلهم من الأجانب بالمناسبة، مش ما كانش مكان شعبي زي ما الناس متخيلة، لأن هو كان بولاك البحيرة الجميلة، بس أنت عارف إحنا بنحب نحط التاتش بتاعنا. وفي سنة 1834 شكل محمد علي مجلس للإشراف على تجميل القاهرة، جاب فنانين ومهندسين من أوروبا علشان يصمموا وينفذوا القصور اللي تعمرت بيها القاهرة في الفترة دي. وشرط محمد علي على هؤلاء المهندسين إن كل واحد فيهم هيشغل معاه 4 مصريين عشان يتعلموا الصنعة، التشييد والعمارة. فبنى قصر الجوهرة في قلعة صلاح الدين، وفي عهد عباس باشا تم إنشاء حي العباسية في صحراء شمال شرق القاهرة سنة 1849، وأنشأ فيها سرايا الباشا ومدرسة حربية ومستشفى.